مشروع وصال الدار البيضاء الميناء يعد الأول ضمن سلسلة المشاريع التي تباشرها وصال كابيتال، وهو مشروع ذو بعد مهيكل يعطي مكانة متميزة لمختلف الفضاءات السياحية والتاريخية والبيئية بمدينة الدار البيضاء. روبورتاج عبد الرحمن الهلالي، عبد الكريم المغاري ومحمد نطيق. مدينة الدار البيضاء بمكانتها الاقتصادية والتجارية والمتطلعة لإبراز دورها كقطب مالي محوري بين إفريقيا وأوروبا، تعزز من بنياتها من خلال مشروع وصال الدار البيضاء البناء الذي سيمكن من إعادة تحويل نشاط جزء من المنطقة المينائية وإطلاق ورش كبير للتأهيل يشمل مجموعة الدار البيضاء. شركة وصال كابيتال هي عندنا ثلاث مشاريع أساسية حاليا وقعنا عليها. المشروع الأول في كازابلانكا، وعندنا مشروع كمان في الرباط ومشروع ثالث. احنا سعداء في هذه الشراكة بين لتنمية التعاون والصداقة بين البلدان. وحقيقة طبعا الدار البيضاء أول مشروع راح يفتتح من قبل وصال، ويعتبر من المشاريع الرائدة جدا، وأعتقد الحكومة المغربية أبدت التعاون الكامل من خلال الاتفاقية اللي وقعت اليوم، واللي إن شاء الله سوف تشهد الانطلاقة لمشروع ضخم يقدر بأكثر من 6 مليار درهم، واللي إن شاء الله سوف يغني الجهة جهة الدار البيضاء سواء للسواح أو لساكنة الدار البيضاء إن شاء الله. هذه الاتفاقية هي فعلا وليدة من أفكار جلالة الملك حفظه الله، ستعود إن شاء الله بالنفع للاقتصاد الوطني المغربي. لأول مرة يكون هناك التجمع ما بين أخوة وأحبة في تطوير الاستثمارات التنموية للمملكة المغربية. المشروع والذي يأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية يهدف أيضا إلى النهوض بالمدينة العتيقة، وذلك في توافق مع مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة التي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة إنجازه في 27 من غشت 2010 ليدخل اليوم مرحلته الثانية. استثماراتنا من 30 سنة وإحنا في زيادة وفي تطور أكبر، والآن نحن مع شركاء من دولة الإمارات ومن قطر، فنحن سعداء بهذه المشاركة. نرغب في هذه الخطوة الأولى الآن في هذه الثلاث مشاريع، وسيتم استكشاف فرص جديدة إن شاء الله في المدى القريب. أنا جد سعيدة بتواجدي هنا. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وطرف في تمويل مشروع وصال الذي يتوخى منه تطوير مارينا الدار البيضاء. سنكون سعداء بتمويل هذا المشروع الذي سيدعم قطاع السياحة في المغرب. المغرب هو أول شريك لنا ضمن دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهذه الاتفاقية تشمل قطاعات أساسية بالمغرب التي نساهم في تنميتها، لأن تنمية بنيتها التحتية خصوصا القطاع السياحي يعتبر من بين الأهداف التي نطمح إليها ببلدنا. بنظرة شمولية يعمل مشروع وصال الدار البيضاء الميناء على إحداث استثمار متعدد الخدمات والمجالات، ويعد إحداث مركز حضري جديد على صعيد المدينة وتجمعاتها واحدا من هذه المشاريع الكبرى التي تتوخى إبراز العاصمة الاقتصادية والمالية للمملكة كوجهة رائدة للسياحة الثقافية وسياحة الأعمال.